بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن التروماتيك برين انجري. هنتكلم الحقيقه، هو الموضوع متقسم لموضوعين، هو الماينور بلانت تروما، الماينور بلانت هيد تروما، والتروماتيك برين انجري او سيفير تروماتيك برين انجري. هو الهدف من الماينور بلانت تروما ان احنا نعرف عنها ايه، ان احنا نعرف مين من البيشنتس اللي ممكن اسسبكت ان هو حصل له برين انجري، فهعمل له انفستيجيشنز واعمل له انترفيرنس، ومين اللي هعمل للاهل اشورنس وهروحه، ومين اللي هخليه معايا اندر اوبزرفيشن. زي ما احنا عارفين ان الماينور بلانت هيد تروما دي حاجه يعني او كومبلين او حاجه بتحصل كتير جدا في الاطفال، خصوصا الاصغر من سنتين، وكومن كومبلين في الاي ار. تمام. لكن small number بس من ال infants دول اللي بيحصل لهم head trauma ممكن ي develop أو ممكن يحصل له clinically important traumatic brain injury. عشان كده أنا لازم أعرف مين اللي أو إزاي هعمل لهم classification أو إزاي هتعامل مع كل عيان. زي ما احنا عارفين برضو إن ال CT هي ال investigation of choice for diagnosis of traumatic brain injury، بس مشكلة ال CT هي ال radiation. علشان كده أنا لازم أعرف مين اللي محتاج فعلا ال CT علشان أعملها له و أبروتكت كل ال infants دول اللي بيحصل لهم head trauma من إن هم يتعرضوا لل radiation لو مش محتاجين، لكن لو محتاجين يبقى لازم يتعمل. طيب انا لو عندي بيشنت او طفل جاي عنده هيستوري اوف هيد تروما، ايه في الايفالويشن بتاعي في الهيستوري المفروض اعرف او اسال عليه او اخده ان ديتيلز؟ اولا الميكانيزم اوف تروما، ازاي التروما دي حصلت؟ هل هو فولينج فروم هايت؟ هل هو الهايت دوت قد ايه؟ لما فولن وقع على ايه بالظبط؟ حاجه سوفت ولا حاجه هارد؟ هل مثلا كان كار اكسيدنت، هل موتور سايكل اكسيدنت؟ بعد كده التايم سنس ايفنت، يعني انا الوقت بين التروما وانا اول ما شفت العيان قد ايه التايم ده، كمان ايه الايفنتس اللي حصلت خلال التايم بين التروما لما انا شفت العيان. هل البيشنت الكير جيفر بتاع البيشنت بيقول ان البيشنت ده لا هو مش طبيعته، هو ما حصلوش مثلا ميجور ايفنت بس انا مش حاسه زي طبيعته، لا هو في حاجه متغيره. هل حصل له سيجر او لا؟ هل حصل له لوس اوف كونشسنس او لا؟ هل حصل له فوميتنج؟ هل الفوميتنج ده مره واحده او ريكارنت فوميتنج؟ كمان زي ما قلنا ان الميكانيزم في انجري دي مهمه قوي ان انا اعرفها، لان في هاي ريسك ميكانيزم دول ممكن يحصل او هايلي سسبيشس ان هم يحصل معاهم تروماتيك برين انجري، زي ان هم يحصل فول فروم هايت اكتر من متر، ان هو الهيد تبقى ستاكد بهاي امباكت اوبجكت، يعني حاجه هاي سبيد، يعني زي الموتور كار اكسيدنت او الموتور سايكل اكسيدنت، او لو انا شاكك ان البيشنت ده حصل له انفليكتد انجري او اللي هو تشايلد ابيوز، او لو الميكانيزم بتاعت الانجري ان نون لانه ان ويتنس، يعني الانجري حصل ومفيش حد مع البيشنت مش عارف ايه اللي حصل، ايه التروما دي حصلت ازاي، او ان الهيستوري بتاع البيرنتس مش ماشي مع الانجري، وده برضو بيخلينا نسسبكت ان هو انفليكتد انجري. كمان مهم ان انا اسال على ان البيشنت ده عنده بري اكزيستنت كونديشنز ولا لا، زي الارتيريو فينوس مالفورميشنز او البريدنج ديس اوردر، زي البيشنت ده مثلا عنده هيموفيليا او عنده اي تي بي. طيب في الفيزيكال اكزامينشن انا محتاج اعمل جود هيد تو تو اكزامينشن علشان اشوف اي اسوشيتد انجريز. كمان مهم ان انا اعمل ديتيلد نيورولوجيكال اكزامينشن، لازم اشوف الفايتال ساينز بتاعت العيان بتاعي، اشوف لو في اكسترا كرينيال انجري او لا. اكسترا كرينيال انجري يعني اي حاجه، اي لازم اعمل ابدومينال اكزامينشن اشوف النك فيها اي انجريز، في اكستريميتي تندرنس ولا لا، علشان لو في اي اسوشيتد انجري. مهم كمان ان انا اعمل اسسمنت للجلاسكوما سكيل، الجلاسكوما سكيل خصوصا لو 14 فما اقل ده مهم، باكزامين فور بالبابل سكال فراكشر، زي ان انا الاقي ديبريشن او في irregularity في السكال، ده بيسيجنيفاي ان في سكال فراكشر. كمان مهم قوي قوي نقطه مهمه او
يعني حاجه لو انا لقيتها لا البيشنت ده برضو ات ريسك ان هو يحصل او يكون حصل له تروماتيك برين انجري زي السكالب هيماتوما. السكالب هيماتوما في فرونتال سكالب هيماتوما اللي هي بتبقى في الفرونتال ريجون ودي نوت فيري سيجنيفيكانت، لكن النون فرونتال هيماتوما اللي هي بتبقى تيمبرال وبرايتال او اوكسيبيتال وخصوصا في الاطفال اللي هم اقل من 1 يير دي مهمه قوي احطها في دماغي لان بتبقى غالبا اسوشيتد ويز تروماتيك برين انجري. طبعا بلجنج انتيريور فونتانيل انديكيت ان هو في انكريزد انتراكرينال بريشر. لو الانفانت عندهم اوبن سكال سوتشرز ده لو انا بتابع الهيد سيركمفرنس ولقيت الهيد سيركمفرنس زايد اكيوتلي ده برضو بيسيجنيفاي ان هو حصل انتراكرينال انجري. مهم قوي برضو ان انا ادور على الساينز اوف سكال بيس فراكشر. الساينز دي هم البيري اوربيتال ايكيموزس اللي بنسميها راكون اي، البوست اوريكولار ايكيموزس بنسميها باتل ساين، الهيمو تيمبانيوم والسي اس اف راينوريا واوتوريا. ده شكل الهيموتيمبانيوم، ده زي ما احنا شايفين ده الدروم وشايفين وراها بلاكش فلويد اللي هو بلود، فده بلود في الميدل اير ده بيسيجنيفاي السكال بريس فراكشر. دي البيري اوربيتال ايكيموزس اللي هي بنسميها راكون اي، وده البوست ريكولار ايكيموزس بنسميها باتل ساين، والساينز دي كلها بتقول ان هو البيشنت ده عنده سكال بريس فراكشر. طيب البيشنتس بتوعي انا عملت لهم اكزامينيشن وخدت جود هيستوري، هقسمهم ازاي بقى علشان اشوف مين اللي هعمل له نيورو ايمجينج او مين اللي مش محتاج او مين اللي هعمل له اوبزرفيشن. بنقسم البيشنتس دول لثلاثه كاتيجوريز، هاي ريسك انترميديت ريسك ولو ريسك، على حسب الريسك فاكتورز اللي موجوده اللي انا شفتها بالاكزامينيشن او بالهيستوري. طيب البيشنتس اللي هم هاي ريسك دول اللي هم مين؟ اللي هم عنده جلاسكوما سكيل بتاعه 14 فما اقل، او لو عنده altered mental status البيشنت مش في طبيعته، هو conscious بس هو مش في طبيعته، او الجلاسكوما سكيل بتاعه ممكن يكون كويس لكن هو مش يعني كمنتال ستيتس هو لا مش طبيعي. لو في بلبل سكال فراكشر، لو في manifestations of skull base fracture، ولو في seizures، في bulging anterior fontanel او bulging fontanel، او في عندي concern of child abuse. البيشنتس دول بعتبرهم هاي ريسك ولازم اعمل لهم immediately neuro imaging او اعمل لهم CT. طيب الناس اللي هم او الاطفال اللي هم intermediate risk في الاكثر من سنتين بيختلف شويه عن الاقل من سنتين. الاكثر من سنتين ده بيكون طفل الجلاسكوما سكيل بتاعه 15 ومعاه واحده او اكثر من الريسك فاكتورز دول اللي هم عنده هيستوري، يعني هو البيشنت جاي لي فولي كونشس بس هو عنده هيستوري ان هو لوست كونشسنس بعد التروما، او حصل له فوميتنج، او حصل له او الميكانيزم اوف انجري سيفير انجري زي موتور كار اكسيدنت او ايجكشن اوف بيشنت. يعني في الميكانيزم اوف اكشن يقول لك البيشنت اتنطر من مثلا موتور سايكل او من اي حاجه اوف هاي سبيد، ده سيفير ميكانيزم اوف انجري، او لو فول من اكتر من مسافه اكتر من 1.5 متر، او لو البيشنت عنده سيفير هيدك. دول بعتبرهم intermediate risk ودول محتاجين ان انا اعمل لهم observation من 4 to 6 hours. ده يعني ما ينفعش ان انا يبقى حد عنده الريسك فاكتور واحده من الريسك فاكتورز دول واروحه دايركتلي، لا I have to observe for at least 4 hours. وممكن كمان احتاج ان انا اعمل له برين ايمجينج لو عنده اكتر من ريسك فاكتور من الريسك فاكتورز دول، او لو السيمبتومز بتاعته سيفير، او لو ديورنج الاوبزرفيشن تايم بتاعي بدا يحصل له نيو مانيفستيشنز فده لازم هعمل له سي تي برين. طيب في الاطفال اللي هم اقل من 2 years الريسك فاكتورز بتاعتهم او هعمل لهم الناس اللي هم الانترميديت ريسك دول الناس اللي عندهم جلاسكوما سكيل 15 ومعاهم واحده او اكتر من الريسك فاكتورز اللي هم lost consciousness اكتر من 5 seconds، او عن حصل severe mechanism of injury، او حصل انا شايف بالاكزامينشن عندي non frontal hematoma اللي هي ممكن تكون occipital, parietal او temporal scalp hematoma، او لو البيشنت not acting normal يعني الكير جيفر بيقول ان هو لا هو مش طبيعته يعني البيشنت مش طبيعي، او لو البيشنت عندي
في هيستوري ان هو حصل له ليثارجي او اريتابيليتي، بس هو انا شايفه دلوقتي نورمال. او لو الايج بتاعه اقل من 3 مانس، يعني الايج لوحده less than 3 months ده لوحده ريسك فاكتور. يعني انا لو بيشنت عندي حصل له هيد تروما وهو عمره اقل من شهر وهو ما فيش فيه عنده حاجه، ده لوحده ريسك فاكتور يخليه في الانترميديت ريسك جروب، ومحتاج ان انا اعمل له اوبزرفيشن. كمان هنا لو في فوميتنج دول هعتبرهم انترميديت ريسك وهعمل لهم اوبزرفيشن من 4 to 6 hours. وممكن اعمل له برين ايميجنج لو عندي مالتيبل ريسك فاكتورز، اكتر من واحد من الريسك فاكتورز دول، او لو السيمتومز بتاعته سيفير، او لو ديورنج الاوبزرفيشن تايم بدا يديفلوب نيو مانيفستيشنز. لو ما فيش عندي اي ريسك فاكتورز والايج بتاع البيشنت اكتر من 3 شهور، ده بعتبره لو ريسك وما بعملوش نيورو ايماجينج وبديسشارج هوم. ومهم قوي ان انا لو بديسشارج بيشنت بعد هيت تروما اللي هو لو ريسك او انترميديت ريسك بعد الاوبزرفيشن تايم بتاعه، ان انا ادي كلير انستراكشنز للبيرنتس او للكير جيفر ايه اللي يلاحظه في البيشنت، ايه امتى يرجع على طول للمستشفى علشان ما يبقاش في حاجه ميزد منه. طيب ايه الكرايتيريا اوف ديسشارج؟ لازم كل الكرايتيريا دي تكون موجوده علشان ادسشارج بيشنت، ان انا ما عنديش سسبشن ان هو حصل له انفليكتد انجري، يعني ما عنديش سسبشن ان هو حصل له تشايلد ابيوز، او وكمان معاه نورمال نيورولوجيكال اكزامينشن، البيشنت رجع للنورمال ليفل اوف فانكشن، يعني خلاص الكير جيفر قال لي لا ده هو كده طبيعي كده رجع لطبيعته يبقى ما عندوش مشكله. لو البيشنت حصل له فوميتنج بعد التروما بس دلوقتي خلاص انا بدات اورال فيدنج او اورال فلويدز وهو توليريتنج ما فيش فوميتنج، لو ما فيش عنده اكسترا كرينيال انجريز محتاج ادمشن علشانها. كمان كون الكير جيفر ايبل او كيبل ان هو يبقى reliably observing البيشنت واقدر اعتمد عليه ان هو يرجع تاني لو البيشنت لاحظ عليه حاجه من manifestations اللي انا هقولها له، سواء vomiting او altered mental status او بدا يشوف في ان في swelling في الهيد زي الهيماتوما او سكالب هيماتوما، اي واحده من الابنورمال مانيفيستيشن او الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها دي لو الكير جيفر لقاها يبقى هيرجع لي على طول. طيب لو انا مش حاسس ان الكير جيفر ده هيقدر ان هو يوبزرف البيشنت، ده يخليني لا ما ابقى يعني نوت ديسشارجنج بيشنت ايرلي. ولازم وانا بتشارج البيشنت خلاص هو انا عارف ان هو ريلايبلي ويل اوبزرف ذس بيشنت، يبقى هقول له كلير انستراكشنز امتى ايه اللي هيتابعه وامتى يرجع تاني علشان الفولو اب، او امتى يرجع immediately للهوستل علشان هيحتاج ان هو يعمل نيورو ايمجينج. طيب امتى ده خلاص ده الماينور بلانت هيد تروما، عرفنا امتى ندسشارج البيشنت، امتى نعمل نيورو ايمجينج immediately، وامتى هنوبزرف البيشنت. طيب الكلينيكالي امبورتنت تروماتيك برين انجري، امتى اعتبر ان هو حصل كلينيكالي امبورتنت تروماتيك برين انجري؟ لو البيشنت حصل نيوروسيرجيكال او احتاج نيوروسيرجيكال انترفنشن، او احتاج انتراكيل انتيوبيشن فور مانجمنت اوف هيد انجري، او احتاج هوسبيتاليزيشن، او احتاج او البيشنت عنده ديبريس سكال فراكشر واحتاج اوبريشن، او لو البيشنت عنده مانيفستيشنز اوف سكال بيز فراكشر زي ما قلنا الايكيمو البري اوربيتال ايكيموزس او الراكون اي الباتل ساين او الهيموتيمبانيا، ولو في سي اس اف اوتوريه او راينوريه. في السيفير تروماتيك برين انجري في البرين تروما فاونديشن عملت دي امريكان سوسايتي وعملت كونسنسس او جايد لاينز في 2019 للمانجمنت اوف بيدياتريك سيفير برين انجري، دي اللي هنتكلم عليها لان دي اللي احنا بنمانج، احنا المانجمنت بتاع البيشنت دول بينفولف البي اي سي يو تيم بي اي سي يو تيم ومع النيوروسيرجن طبعا. فانا اللي يهمني ايه كبيدياتريشن او بي اي سي يو تيم. طيب الكلاسيفيكيشن الاول بتاع التروماتيك برين انجري حسب او السيفيريتي بتاع او سيفيريتي اكوردنج تو جلاسكوما سكيل بنقسمها المايلد ومودريت وسيفير. لو الجلاسكوما سكيل اكتر من 13 ده معناه ان هو مايلد، الجلاسكوما سكيل من 9 ل 12 ده مودريت،
والسبير لو السكيل اقل من 9. ومش بعمل السكيل دوت مره واحده بس، لا انا بعمل فريكوينت او سيريال اسسمنت للجلس كوما سكيل علشان اشوف الترندنج بتاعه، هل الكوما سكيل بتاعه بيتحسن ولا بيقل، علشان اقدر اعمل بروبر مانجمنت. الباص فسيولوجي هو يعني احنا محتاجين نعرف الباص فسيولوجي عشان نحاول ان احنا نقلل الانجري الحاصل نتيجة البرين تروما. الانجري ممكن يحصل primary injury نتيجة ال direct trauma، يعني زي ما احنا هنقول دلوقتي ال types بتاعت ال trauma. ال brain injury ممكن يكون في intracranial hemorrhage، ممكن يكون diffuse brain injury، ده ال direct نتيجة ال mechanism of trauma. وفي secondary injury ده نتيجة ال biochemical و metabolic cascade of responses نتيجة ال injury، مش direct effect of trauma. والسكندري انجري ده بيبقى worsened لو البيشنت تعرض لهايبوكسيا او هاي بوتنشن، لان ده هيأثر على البرين بيرفيوجن بريشر، فانا اي هاف تو افويد ان هو يحصل له هايبوكسيا او هاي بوتنشن علشان اقلل الريسك اوف سكندري برين انجري. مهم قوي ان انا برضو اتعامل مع الهايبوكسيا والهاي بوتنشن، لان السريبرال اوتو ريجوليشن ربنا خلق كده السريبرال فاسكولاريتي فيها حاجه اسمها اوتو ريجوليشن، يعني هو يقدر ان هو يتعامل لو في هايبر تنشن او هايبوتنشن يقدر يحافظ على البرين سريبرال بيرفيوجن. لكن مع الهيد تروما الاوتو ريجوليشن دي بتبقى امبيرد، علشان كده اي داير اي هايبوتنشن او اي هايبوكسيا بتاثر دايركتلي على البرين بيرفيوجن. السريبرال اديما او السريبرال سويلنج بيحصل في اول 24 ل 72 ساعه من الانجري، وده بيزود الانتراكرينال بريشر وبالتالي بيقلل السريبرال برفيوجن، عشان زي ما احنا عارفين ان السريبرال برفيوجن ده بيبقى نتيجه او بيبقى محصله المين ارتيريال بريشر ناقص الانتراكرينال بريشر. فانا لو عندي هايبوتنشن يعني المين ارتيريال بريشر قل، او عندي الانتركرينال بريشر زاد، فده هيؤدي بالتالي للسريبرال بيرفيوجن بريشر هيقل ويزود الريسك اوف اسكيميا. كمان زي ما احنا عارفين ان السكال دي ده يعني ليميتد سبيس، خصوصا لو انا عندي كلوزد فونتانيلز او كلوزد سوتشرز، ليميتد سبيس ممكن اكوموديت يعني سمول اكسترا اماونت، لكن بعد كده وزود increase لل او market increase لل intracranial pressure، لكن بعد كده اي small amount of increase in volume بيزود severely بيزود sharply ال intracranial pressure. يعني هنا ال curve ده بيوضح لي مع كل زيادة من additional volume لل intracranial pressure additional volume لل contents inside the skull قد ايه بترفع ال intracranial pressure. زي ما احنا شايفين ان هو في الاول بيقدر ي accommodate with mild increase ال intracranial pressure، لكن بعد كده اي small increase بيعمل rapid increase لل intracranial pressure. طيب ال classification التاني لل brain injury على حسب ال injury نفسه، هل هو diffuse او focal. ال diffuse brain injury ده بيبقى severe brain injury، ده بيحصل مع ال severe trauma غالبا، حتى لو هو ما فيش فيه ممكن ما يظهرش حاجه في البرين ايمجينج، ما يظهرش structural changes، بس لا البيشنت manifesting او clinically هو عنده severe injury، ده بيبقى نتيجه diffuse traumatic axonal injury. ال diffuse traumatic axonal injury ده نتيجه shearing forces بين ال white وال gray matter، نتيجه ال acceleration deceleration forces، فبيعمل اكزونال انجري، وده ممكن ما يبانش في السي تي او النيورو ايمجنج عامه. الديفيوز برين انجري ده ممكن يحصل معاه فوكال انجري او ممكن يحصل لوحده، يعني ممكن يكون عندي بيشنت سيفيرلي افكتد عنده سيفير تروماتيك برين انجري، بس السي تي بتاعته مش مطلعه مثلا واحده من الفوكال انجريز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. طيب التايبس بتاعت الفوكال برين انجري دول 5 تايبس. اول حاجه اللي هو البرين كونتيوجن، ده بيحصل نتيجه التروما بتاعت البرين مع السكال، يعني بيحصل كونتيوجن للسيرفيس بتاع البرين، وده ممكن يحصل في السيم سايد اوف تروما او في الاذر سايد.
الانترابارينكما هيموراج اللي هو الانتراسيريبرال هيموراج، ده بيحصل هيموراج جوه البرين نفسه زي ما احنا شايفين هنا، ده هيموراج. الهيموراج طبعا بيبان في السي تي ابيض جوه البرين تيشو. طيب في التايبس الثانيه من الفوكال برين انجري، في سب ديورال هيماتوما، دي بتبقى هيموراج بين الديورا والاراكينويد ميمبرين. الابيديورال هيماتوما ده بيبقى هيموراج فوق الديورا، يعني بين الديورا والسكال. والسب اركينويد هيموراج ده بيبقى هيموراج بين الاراكينويد والبايا ميمبرين. ده لو احنا فاكرين الاناتومي، دي السكال، الديورا ماتر بتبقى ريجيد ميمبرين، اول ميمبرين او اول طبقه من البرين مننجيز، وده الاراكينويد ميمبرين بينه وبين البايا ماتر، ده السب اركينويد سبيس، وده البايا ميمبرين او البايا ماتر ده بتبقى لايننج وكفرنج الصلصاي والجيراي، عشان كده بيدينا الكاركترستيك. يعني لو في هيمرج بين الاركينويد والبايا ده اللي بنسميه سب اركينويد سبيس او سب اركينويد هيمرج، بيدينا كاركترستيك شيب ان الهيمرج نفسه بيبقى داخل جوه الصلصاي دي او الصلقاي دي، فبيدينا كاركترستيك شيب بتاع السب اركينويد هيمرج. ده شكل السب ديورال هيماتوما، بيبقى كرسنتك شيب بالشكل ده، لانه لو احنا شفنا الاركينويد ميمبرين ده بيبقى little bit softer than الديورا، فالهيمرج بيدينا لما يبقى يحصل هيمرج هنا بيدينا شكل الكريسنت او شكل البنانه زي ما هنقول دلوقتي. الاكسترا ديورال او الابيديورال هيمرج ده بيبقى هيمرج بين السكال والديورا، والديورا زي ما قلنا ان هي ريجيد ميمبرين، علشان كده يعني not easily expansible مع الهيمرج، وده بيحاول ان هو يلمت الهيمرج، فبيدينا الشكل ده اللي هو زي الليمون. لو احنا يعني عايزين نعلق كمان على السي تي دي، ده في ماس افكت اللي هو في ميد لاين شيفت، وفي اوبليتريشن لللاترال فنتريكل او التير هورن اوف لاترال فنتريكل. يعني لو احنا عايزين نعلق على السي تي دي عشان نفرق بين الابيديورال او الاكسترا ديورال هيماتوما والسب ديورال هيماتوما بطريقه سهله، الابيديورال او اكسترا ديورال هيماتوما بيبقى شكل الليمون اللي هو ده شكل الليمون، والسب ديورال او هيماتوما بتبقى شكل بنانه او كريسنت شيب. عشان نفتكرها الابيديورال الاي قريبه من ال، يبقى ده ابيديورال وليمون، والسب ديورال هيماتوما بتبقى بنانه شيبد البي مع البي سب ديورال وبنانه، عشان نسهل ان احنا نفتكر. زي ما قلنا برضو هنا السب اركينويد هيمرج، هنا الهيمرج بين الاركينويد والبايا ماتر، ولان البايا ماتر بتلاين السلكاي فعشان كده بيظهر الهيمرج جوه السلكاي، وده كاركترستيك للسب اركينويد هيمرج. لو عايزين نعلق برضو على السي تي دي كمان، هنا في انترا فنتريكولار هيمرج وفي فنتريكولار دايلتيشن. طيب انا مهم ان انا ايه الاسسمنت اللي انا اعمله لو عندي حاله تروماتيك برين انجري. انا المفروض ان انا اعمل سارا جنرال اكزامينشن، واعمل اسسمنت للفيتال ساينز، واعمل النيورولوجيكال اكزامينشن، بس في حاجات اركز عليها قوي، هو الجلاسكوما سكيل، لان الجلاسكوما سكيل ده مهم ان انا هاخد عليه ديسيجن. لو البيشنت بتاعي جلاسكوما سكيل بتاعه 8 او اقل، ده هيحتاج ان انا اعمل له انتيبيشن، لانه كان نوت بروتكت هيز اير واي، ممكن يحصل له ايزلي اسبيريشن، فعلشان امنع ده هيحتاج ان هو يتعمل له انتيبيشن. الانتيبيشن بتبقى بكوفد انتراكيل تيوب، ولازم اعمل له رابيد سيكونس انتيبيشن. يعني البيشنت ده وانا بعمل له انتيبيشن لازم يبقى سيديتد كويس قوي قوي، وممكن لغايه ان انا ممكن استخدم ماس ريلاكسنت، علشان الانتيبيشن ايفنت ده ممكن يزود الانتراكرينال بريشر رابيدلي، ويزود الهيمرج، ويخلي البيشنت يحصل له هرنيشن او كونايزيشن. كمان مهم ان انا اعمل سيرفايكال سباين موشن ريستريكشن، وده لو انا عندي افيلابل نيوروسيرجن هو اللي بيعمله، بيثبت هو السيرفايكال سباين، او اي حد اكسبرت معايا هيثبت السيرفايكال سباين، و
بلس ان انا هستخدم السيرفايكل سباين كولر. طيب مهم كمان ان انا ادور او اعمل دايما او اعمل ريكارنت اكزامينيشن او سيريال اكزامينيشن للساينز اوف تنتوريال ترانس تنتوريال هيرنيشن او ساينز اوف هيرنيشن. ايه الساينز اللي انا بدور عليها؟ لو البيشنت عنده هايبر تنشن مع برادي كارديا او تاكي كارديا، البيوبل تبقى ان ايكوال فيكسد او دايليتد، الابنورمال بريسنج لو في ابنورمال بريسنج باترن موجود، الموتور ريسبونسز ممكن يبقى عنده هيميباريسز او عنده ديكورتيكيت دي سيريبريت بوشرينج او ابسنت موتور ريسبونس تو بين. لو انا لقيت واحده من الساينز دي يبقى هو البيشنت ده في عنده امبندنج هيرنيشن، اي هاف تو ديل ويز بسرعه قبل ما يحصل ما يبقى هيرنيشن وايرريفرسيبل. يعني لو حصل الهيرنيشن خلاص بقى استابليشد هيرنيشن، I cannot do anything. لكن المهم ان انا اديتكت الامبندنج هيرنيشن او الراب او الايرلي هيرنيشن. ده شكل بعض انواع الهيرنيشن. ده ترانستنتريال هيرنيشن بيحصل انكل هيرنيشن او سنترال هيرنيشن. وطبعا في نوع من هيرنيشن تاني بيحصل ثرو الفورامين ماجنم. وزي ما قلنا ان انا باسس الريسبيرات، بشوف الريسبيرتور باترن هل في اي ابنورماليتي، البيوبل ابنورماليتي والموتور ريسبونس ابنورماليتي. طيب انا عندي بيشنت عنده تروماتيك برين انجري، في التروما فاونديشن حطت كده 8 بوينتس او 8 ستاندرد اوف كير لل care of those patients عشان احاول ان انا اسيف البرين as much as I can. زي ما قلنا ان النيوروسيرجن has to be involved في المانجمنت بتاع العيان ده، وهي يعني هي جايد معايا ايه اللي ممكن يتعمل للبيشنت، بس انا عندي 8 بوينتس for medical care of this patient. ايه هم البوينتس دول؟ هو ان انا احافظ على appropriate level of analgesia and sedation. لو البيشنت بتاعي intubated ممكن هستخدم الستاندرد بروتوكول للانالجيزيا اند سيديشن في اليونت بتاعتي، وغالبا بيبقى اوبيت كومباينيشن مع بنزودايازيبين او الفنتانيل مع الميدازولام. يبقى انا لازم احافظ على ابروبريت ليفل اوف انالجيزيا اند سيديشن علشان زي ما قلنا ان الاجيتيشن بيزود الانتراكرينال بريشر رابيدلي او اكيوتلي، وده بيزود الريسك اوف برين انجري. تاني حاجة الـ controlled mechanical ventilation. أنا عندي target للـ CO2 و target للـ saturation و target للـ PO2. أنا محتاج إن أنا أحافظ عليه على الـ target بتاعي ده علشان أحافظ على الـ brain perfusion و أقلل الـ risk of hypoxia أو ischemia. طيب إيه هو الـ target بتاعي؟ إن الـ saturation يكون أكتر من 92%، ان الـ PO2 يكون من 90 ل 100 مليمتر مركري، والتارجت PCO2 من 35 ل 40 مليمتر مركري. ده لو عندي patient not conizing، لكن لو patient في عنده manifestations of يعني increase intracranial pressure او intracranial hypertension او impending herniation، ده بخلي التارجت بتاعي down to 25، بس ده acutely ما بقاش لفترة طويلة. التارجت بتاع البي سي او 2 بتاعي هو 35 ل 40 ملم مركري. الاير واي والبريثنج مانجمنت، لو البيشنت مش محتاج انتيبيشن، هو هيمودايناميكالي ستيبل، الجلاسكوما سكيل بتاعه اكتر من 8، ده هيحتاج اكسجين فقط، مش محتاج ان انا اعمل له انتيبيشن. طيب امتى احتاج اعمل له انتيبيشن؟ لو الكونشس ليفل الجلاسكوما سكيل اقل من 8 فما اقل، او رابيدلي فولينج جلاسكوما سكيل، او لو عندي ساينز اوف ريسبيراتوري فيلير، او عندي هيموداينامك انستابيليتي. البيشنت ده هعمل له هيحتاج ان انا اعمل له انتيبيشن زي ما قلنا برابيد سيكونس انتيبيشن، احافظ على كمان احافظ على السيرفايكال سباين ستابيليتي. التالت نقطة في البيز لاين كير هو maintaining normal thermic temperature. يعني البيشنت ده أنا عايزة مش عايز أخليه hypothermic ولا hyperthermic، أنا عايز أحافظ عليه في النورمال thermic region. طيب هل ممكن أحتاج إن أنا أعمل له hypothermia؟ الحقيقة في يعني في الجايد لاينز في الايرلي مش محتاج إن أنا أعمل له hypothermia.
لكن لو حالة refractory intracranial hypertension و refractory لل other lines of treatment، مفيش حاجة مش قادر تحافظ على ال intracranial pressure في normal zone، يبقى ممكن أعمل moderate hypothermia أستخدمها من 32 ل 35 degree centigrade. رابع نقطة هي maintaining minimum hemoglobin، يبقى أكتر الهيموجلوبين بتاع ال patient يبقى أكتر من 7 جرام بر دي سي لتر، و يعني ما يقلش عن 7، يعني لو اقل من 7 هحتاج ان انا اعمل له ترانسفيوجن. خامس نقطه هو maintaining appropriate intravascular volume، يعني انا عايز احافظ على البيشنت ده نورمو فوليميك، ما يبقاش هايبو فوليميك ولا هايبر فوليميك. التارجتنج بتاعي ان انا اديله فول مينتنس اللي هو 100% اوف مينتنس، لكن لو احتجت ان انا اعمل ريستريكشن يبقى مش اقل من 75% من المينتنس فلويدز بتاعتي. لازم احافظ على اليورين اوتبوت اكتر من 1 ام ال بير كي جي بير اور، وبعمل مونيتورنج للسنترال فينس بريشر واليورين اوتبوت، بقى اشيك او اعمل فول اب للبلاد يوريا نيتروجين وسيرم كرياتينين، بعمل اكزامينشن فريكوينتلي للهايدريشن ستاتس بتاعت العيان، بشوف الفلويد بالانس بتاعه، وبفولو السيروم صوديوم والبلاد جلوكوز. طيب انا محتاج ان انا اعمل او احافظ على البلاد شوجر في النورمال جلايسيميا، يبقى البلاد شوجر بتاعي اقل من 180. طيب امتى ابدا انسولين؟ لو البلاد شوجر حوالي 200 او 180 190 in two consecutive measurements، يعني لو blood sugar بتاعي 200 in two consecutive measurements يبقى انا هحتاج ان انا ابدا انسولين. كمان لازم افويد الهايبوجلايسيميا، لان الهايبوجلايسيميا هتعمل برين انجري مع التروماتيك برين انجري، فيزود الريسك اوف انجري. طيب التارجت صوديوم بتاعي هو من 140 ل 150 مللي ايكوفالنت بير لتر. I have to avoid the hypotonic fluids لان ده هيزود الريسك اوف برين إديما. الستاندرد ان انا استخدم نورمال سلاين. امتى استخدم ديكستروز 5% او ديكستروز عامه مع النورمال سلاين؟ لو البلاد شوجر نوت مينتيند في النورمال جلايسيميك رينج، يبقى هضطر او هزود الديكستروز 5%، وده بيبقى في الاطفال اللي هم صغيرين لاقل من 5 سنين غالبا. كمان مهم ان انا ادي نيوتريشنال سبورت، وده ممكن ابدا اعمله سواء انترال او بارنترال على او يعني باي 72 اورز من الانسولت. طيب البلاد بريشر تارجت بتاعي هو ان انا اتليست احافظ على البلاد بريشر، احنا قلنا I have to avoid the hypotension علشان احافظ على البرين برفيوجن. طيب ايه التارجت بتاعي؟ هو ان هو اتليست يبقى اكتر من الفيفث برسنتايل فور ايج البلاد بريشر بتاعي. طيب ده لو انا ما عنديش اي سي بي انتركرانيال بريشر مونيتورنج، وده الحقيقه ستاندرد للحالات اللي عندها سيفير تروماتيك برين انجري، ان النيورو سيرجن بينسرت كاستر فور مونيتورنج اوف انتركرانيال بريشر. طيب لو انا ما عنديش المونيتور ده يبقى اتليست اكتر من الفيفث بيرسنت السيستوليك بلاد بريشر، ومعظم الناس بتارجت ان البلاد بريشر بتاعي او السيستوليك بلاد بريشر بتاعي يبقى بين ال 75th وال 90th سنتايل من البلاد بريشر عشان يحافظ على او يمنع السيريبرال اسكيميا. طيب لو انا عندي انتركرانيال بريشر مونيتور، التارجت بتاعي ان انا يبقى اقل من 20 مليمتر ميركوري. و يعني زي ما احنا عارفين ان المعادله بتاعه السيريبرال بيرفيوجن بريشر هي المين ارتيريال بريشر ناقص الانتراكرينال بريشر، يبقى انا عندي الرقم بتاع الانتراكرينال بريشر موجود وعندي المين ارتيريال بريشر موجود، يبقى هقدر احسب السيريبرال بيرفيوجن بريشر. طيب التارجت بتاع السيريبرال بيرفيوجن بريشر بتاعي هو من 40 ل 50 ملم مركري فور تشيلدرن اقل من 5 سنين، ومن 50 ل 60 لو البيشنت اكتر من 5 سنين. امتى اعتبر ان في انتركرينال هايبرتنشن؟ لو الانتركرينال بريشر اكتر من 20 فور ات ليست 5 مينتس، يبقى ده انا محتاج اخد او ادي انترفنشن. سادس نقطة من البيز لاين كير هو تريتمنت اوف كواجلوباسي. امتى اعتبر البيشنت عنده كواجلوباسي؟ لو البليتلتس بتاعته اقل من 100، او الاي ان ار بتاعه اكتر من 1 و2، والاي بي سي اكتر من 36 سكندز. انا
يعني بعد الفاليوز دي انا احتاج ان انا اعمل كوريكشن، بس اخد بالي ان انا اوفر ريسستيشن وريكورنت ترانسفيوجن عشان انورمالايز الاي ان ار، ده ممكن يورسن الكواجلوبسي ويديني نتيجه عكسيه. عشان كده انا في المانجمنت اوف كواجلوبسي ببقى جايدد بالاكتيف بليدنج، هل في اكتيف بليدنج او لا. سابع نقطة هو إن أنا أحافظ على الهيد إن نيوترال بوزيشن، يعني الهيد تبقى سنترال نيوترال بوزيشن، وإليفيشن أوف بيد هيد أوف ذا بيد أتليست 30 ديجري، هو من 30 تو 45 ديجريز ده المطلوب. تمام. كمان الأنتي إبليبتيك دراج ثيرابي ده هستخدمه كنيورو بروتكشن، حتى لو البيشنت ما حصلوش convulsions انا بستخدمه كنيورو بروتكشن في السيفير تروماتيك برين انجري، ولو افيلبل عندي او يستحسن ان انا يبقى عندي continuous اي اي جي مونيتورنج علشان البيشنتس دول ممكن يكون عندهم نون كونفولسيف ستاتس، يعني هو convulsing بس انا مش شايف موتور كومبوننت للconvulsions، وخصوصا لو انا بستخدم نيوروماسكولار بلوكرز. تمام. دول الايت ستيبس او الايت بوينتس اللي لازم احافظ عليهم او يعني احافظ على التارجت بتاعي فيهم في البيز لاين كير بتاع البيشنت ويز تروماتيك هيد انجري. طيب الانتركرين هايبرتنشن دي نقطه مهمه ولازم يعني اعرفها بالتفصيل علشان اقدر انترفين في البروبر تايم. زي ما قلنا ان الكي او المهم عندي ان انا ريكوجنايز الاكيوت هرنيشن او الامبندنج هرنيشن، لان لو هو استابليشد هرنيشن خلاص مفيش حاجه ممكن تسيب البيشنت ده. الساينز بتاعت الهرنيشن ده نتيجه الكومبريشن او تراكشن بتاعت النيورونز في المنطقه اللي حصل فيها هرنيشن او الفاسكولار ستراكشرز او برين ستيم كومبريشن. عشان كده مهم قوي ان انا اعمل يعني سيريال اكزامينيشن للبيشنت ويبقى عيني عليه او عيني على المانيفستيشنز اوف هرنيشن، زي ما قلنا ان انا بشوف لو في هايبرتنشن مع برادي او تاكي كارديا، بشوف لو في بيبيلاري ابنورماليتي او في بريسنج ابنورماليتي، وبشوف لو في ابنورمال موتور ريسبونس، يعني لو شفت ان في هيمي باريسز او في ان ابروبريت موتور ريسبونس او في ديكورتيكت او دي سيربريت ريجيديتي او بوشرنج، يبقى البيشنت ده عنده امبندنج هرنيشن او ترانس سنتريال هرنيشن. ده شكل ال ديكورتيكت بوشرنج، هنا بيبقى فيه فليكشن للابر لمس واكستنشن لللور لمس. الدي سيربريت بوشرنج ده بيبقى فيه اكستنشن فور بوث ابر ولور لمس. مهم ان انا اعرف الاثنين بوشرنج دول لان هم بيانديكيت سيفير برين انجري. طيب امتى انا سسبكتد ان هو البيشنت عنده امبندنج هرنيشن او اونجوينج هرنيشن؟ ايه اللي المفروض اعمله؟ زي ما قلنا ان الامبندنج هرنيشن او اونجوينج هرنيشن ده ميديكال ايمرجنسي، ده وانا سسبكتد ان البيشنت ده في عنده امبندنج هرنيشن هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل مانوال هايبر فنتيليشن، يعني لو البيشنت بتاعي خلاص انا سسبكتد البيشنت بتاعي على فنتيليتور هزود الريت بتاع الفنتيليشن، هدي اف اي 200%، والتارجت بتاعي ان انا بستمر في الهايبر فنتيليشن لغايه ما يحصل ريفرسال للبيبيلاري دايليتيشن، وممكن انزل بالتارجت هو عندي في الوقت دوت لل 25 اوكي او 30 تو 25، يعني اتس نوت يعني، ويبقى مش لفتره طويله لان هو زي ما احنا عارفين ان اللو سي او 2 او الهايبوكاربيا ده بيعمل سيريبرال فاز كونستريكشن فبيقلل البلاد سبلاي للبرين، فممكن يعني يبقى ان ريسك فور اسكيميا. علشان كده ما بخليش يعني ده فور emergency سيتويشن بس، لكن التارجت بتاعي العادي هو من 35 ل 40 السي او 2. تمام. الحاجه الثانيه ان انا بدي برين دي هيدريتنج ميجرز، والتو ميديكيشن اللي بديهم فور برين دي هيدريشن هو المانيتول والهايبرتونيك سلاين. الدوز اوف مانيتول من 0.5 ل 1 جرام بير كي جي اوفر 10 مينتس، او الهايبرتونيك سلاين اللي هو 3% سلاين ده بندي 2 تو 5 ام ال بير كي جي، والماكسيمم بتاعه 250 ام ال اوفر 10 مينتس. تمام. طيب امتى يبقى في كونترا انديكيشنز او امتى ما اديش الهايبرتونيك سلاين؟ لو البليتلتس بتاعتي اقل من 100 او الاي ان ار اكتر من 1.4 او الكرياتينين بتاعي اكتر من توايس النورمال فاليو للبيشنت ده.
كمان لو البيشنت بتاعي الصوديوم بتاعه الصوديوم ليفل بتاعه اكتر من 160 غالبا مش هيستفيد من ال 3% سلاين، فعشان كده بديله المانيتول. تمام، يبقى انا بدي لو ما عنديش كونترا انديكيشن للهايبرتونيك سلاين والسيرم صوديوم ليفل بتاعي اقل من 160 انا بدي 3% سلاين، لكن لو عندي كونترا انديكيشن لل 3% سلاين او الصوديوم بتاعي اكتر من 160 يبقى بدي مانيتول. النقطة الثالثة ان انا بحافظ على الهيمودايناميكس بتاعتي، بحافظ على النورمال بلاد بريشر، بدي جود انالجيزيا وسيديشن، وممكن ادي نيورو ماسكولار بلوكرز. كمان لو البيشنت بتاعي عنده فانكشنينج اكسترنال فنتريكولار درين بفتحها فور كونتينوس درينج. يبقى الاربع نقط المهمين في المانجمنت اوف امبندنج كرنيشن: كنترول هايبر فنتيليشن، برين ديهيدريتنج ميجرز، احافظ على الهيمودايناميكس والسيديشن بتاع العيان، ولو عنده اكسترنال فنتريكولار درين بفتحها فور كونتينوس درينج. طيب ايه الفرق بين المانيتول والهايبرتونيك سلاين في المانجمنت بتاع البرين اديما عامة او الامبندنج هرنيشن؟ المانيتول بيزود السيرم اوزمولاريتي، فعشان كده بيسحب الووتر او بيسحب الفلويدز من الانترا سيلولار للاكسترا سيلولار او الباسكولار كومبارتمنت. ده بيحسن أو بيحسن البلاد فيسكوستي، فبيحسن البلاد فلو كمان، يعني هو بيقلل السويلنج بتاع السيلز او البرين اديما، وكمان بيحسن البلاد سيريبرال بلاد فلو. الانست بتاعه بيبقى ان فيو مينتس، بس مشكلته ان هو ممكن يعمل اوزموتيك دايوريسيس فيقلل الانترافاسكولار فوليوم ويعمل فوليوم ديبليشن. طيب ال 3% سلاين ده برضه بنفس الميكانيزم بيعمل هايبر اوزمولاريتي، فبيسحب الانترا سيلولار فلويد للاكسترا سيلولار او الانترافاسكولار كومبارتمنت فيقلل البرين ايديما. ميزته كمان ان هو ممكن يتعطى كونتينوس انفيوجن، لو انا مش قادر احافظ على السيرم صوديوم بتاعي في التارجت ليفل انا ممكن ادي 3% سلاين انفيوجن. ميزته كمان ان هو مش بيعمل دايريتك افكت، يعني مش هي يعني مش بيعمل زي مانيتول هيعمل فوليوم ديبليشن، لا هو ملوش علاقه او ملوش دايريتك افكت، فبيحافظ على الانترافاسكولار فوليوم. عشان كده هو بريفيرد في البيشنتس اللي هم عندهم هيمودايناميك ان استابيليتي. تمام، زي ما قلنا لو انا البيشنت بتاعي ما عندوش كونتر انديكيشن للهايبرتونيك سلاين والصوديوم ليفل بتاعه اقل من 160 يبقى انا بريفيرد ان انا ادي 3% سلاين عن المانيتول. طيب انا زي ما قلنا انه المفروض ان البيشنت مع اللي عندهم سيفير تروماتيك برين انجري يبقى عندهم انترا سيريبرال بريشر مونيتورنج. طيب لو انا ما عنديش الفاسيليتي دي ازاي هتابع البيشنت؟ بتابعه كلينيكالي، بعمل له سيريال اكزامينيشن وبتابع الجلاسكوما سكيل والبيوبيلاري ريسبونس، كمان بتابع بالسيريال ايمجينج، بعيد السي تي برين عند 48 ساعة وعند 5 ل 7 ايام افتر انجري. طبعا لو الانتراكرينيال بريشر مونيتورنج موجود ده يبقى ده الافضل علشان مونيتورنج، وعشان يعني احافظ على السيربر برفيوجن بريشر وزن التارجت بتاعي اكوردنج للبلود بريشر او المين بلود بريشر ارتيريال بلود بريشر والانتراكرينيال بريشر. طيب انا خلاص اديت المانجمنت بتاعتي والنيوروسيرجن انفولفد في المانجمنت، امتى ابدا اعمل ويننج لاي انترفنشن انا عملته او اي مانجمنت انا عملته؟ بعد 12 at least 12 hours of stabilization او يستحسن اكتر من 24 hours of stabilization. ولما اجي اعمل withdrawal للمانجمنت او withdrawal للتريتمنت ببدا اعمل very gradual وslow withdrawal، ولما ابدا اعمل withdrawal لازم يكون neurosurgeon agreeing مع الخطوه دي، كمان بعمل very slow withdrawal، واخر حاجه انا ضفتها ببدا اشيلها اول حاجه. يعني الانترفنشنز اللي انا ضفتها في الاخر هي دي اول حاجه ببدا اعمل لها withdrawal او weaning. ده الحقيقه الشارت او الالجوريزم اللي البرين تروما فاونديشن عاملاه، هو شويه يعني محتاج تركيز بس يعني الملخص بتاعه النقط اللي احنا قلناها، فاللي عايز يرجع له او هو شايف ان هو سهل بالنسبه له يرجع له.
احنا كده خلصنا التيك هوم مسج بتاعتنا، ان في انفانتس كتيره بيحصل لهم ماينور هيد تروما. الانفانتس دول انا محتاجه ان انا اعمل لهم جود اسسمنت عشان اعرف مين اللي محتاج جود ايفالويشن او محتاج نيورو ايمجينج، ومين اللي هعمل له اوبزرفيشن، ومين اللي هعمل له ديسشارج. لو لما اجي اعمل discharge للبيشنت لازم ادي clear instructions للبيرنتس امتى يرجعوا، امتى ايه هي الريسك فاكتورز اللي هيرجعوا عليها، امتى هل هيرجع على طول، وهل يعني هيتابع ايه في البيشنت، واول ما يتاب اول ما يلاقي الريسك فاكتور ده هيجي فين وازاي. رابيد دايجنوزس وتريتمنت للتروماتيك برين انجري كروشيال، والاي بي سي في اي حاجه ايمرجنسي، نيورولوجيك ايمرجنسي او اي ايمرجنسيز، هو المين او كي او الكورنر ستون بتاع المانجمنت. السسبكتد برين هيرنيشن ده ميديكال ايمرجنسي، وي شود اكت كويكلي. الاي بوينتس بتوع البيزل كير فور تروماتيك برين انجري شود بي كابت ان مايند اول ذا تايم فور بيشنت كير. Slow weaning of treatment after 24 hours of stabilization with involvement of neurosurgeon for management. وزي ما احنا عارفين in time is brain, we have to act in proper time. يعني ما ينفعش مثلا ان patient عنده manifestation of herniation و يعني يتساب شوية واجي ادي intervention مش هيجيب معاه نتيجة، خلاص هو irreversible. تمام، شكرا جزيلا، احنا كده خلصنا.